ده على المستوى الجماعي. ويمكن حتى ساره يمكن انت في الملعب يعني يمكن ماتش سبورتنج اديت اداء كويس، ماتش الكاس برضو اديت اداء، الفاينل طبعا مع الصيد. كلميني عن الموسم ده. هو موسم زي ما نهلة قالت هو موسم طويل جدا، في توقفات كتيره جدا وتاجيلات وحاجات صعبه كده، بيبقى بيأثر على نظام بقى الفتنس بتاعنا، نظام التمرين بتاعنا عامه، امتى نقلل الحمل وامتى نعلي الحمل. بس الحمد لله ان احنا قدرنا يعني ان احنا نعدي الموسم ده بان احنا نكسب البطولتين يعني.